الثانية بأعلى صوتكم. لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، الثالثة بأعلى منهما. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا صلى الله عليك يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا وننصر قائمكم، ويا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هزني ضيم الليالي، ما هزني ضيم الليالي، وتشردي بها وانتقالي، ما هزني ضيم الليالي وتشردي بها وانتقالي. كلا كلا يا فلا بكت العيون على ولد ومالي، لمن البكاء؟ كلا ولا بكت العيون على ولد ومالي، لكن مما جني نوح الحسين بكربلا، يا بكربلا بكربلا، لكن مما جني نوح الحسين، نوح الحسين بكربلا، نوح الحسين بكربلا، نوح الرجال على الرجال. هذا الحسين وقد أتى. يلا خلينا نعيش، نعيش الصورة، نعيش المصيبة. هذا الحسين وقد أتى محدودبا والصوت عالي، عباس كبش كتيبتي يا ساعدي عند النزال،
عباس يا من قد أبادوني شرب الزلال، أنا مفرد ومن الظما يشكو الرضيع، وكل آلي قلت وسلت يعاود بزحن الراس، بزحن الراس حاجيته وهو يودع بالانفاس. والله ترضى يا ابو الغيره يا فراس، عمود الخيمه نزلنا يا عباس. والله حاجان عضيد الدوم وفاي وفاي وفاي، سمعت خطوات جدمك واعرف الجاي ابو علي خويا، اعرف الجاي خويا ابو علي. اعتذر لك ما جبت ماي خويا، اعتذر لك ما جبت ماي، لان سهم البعين قصه وياي ابو علي يا خويا. يقول لا تدري اللي يفقد اخي ينكسر ظهره، يقول الوحيد وانت ادرى. اعيد لك اياها للفاقد عزيز، يقول لا تدري اللي يفقد اخي ينكسر ظهره، يقول الوحيد وانت ادرى. يا كافل يا كافل حضروا الخيول عشرة، يا قصدهم لو طحيت صدري تكسر. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول الكريم، ونحن إن شاء الله جميعا من الشاهدين الشاكرين لقبول الأعمال والطاعات وقضاء الحوائج وتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان. لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في الليلة الماضية حول أهم معالم وسبل العلاقة بإمام الزمان الحجة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ولمن لم يكن في مجلسنا ولم يشاهد، نستعرض سريعا فهرس لما ذكرناه ليلة أمس حتى نربطه بحديث هذه الليلة. قلنا على مستوى العقيدة لا بد للإنسان أن يتعرف على إمامه، وأن يشعر بحضوره، وأن يشعر بأن الإمام حي، وأن يعتقد بأنه مطلع عليه وعلى أعماله. وقلنا هناك أن في ذلك عناصر تربوية مهمة وضرورية لكل إنسان مهدوي يريد أن ينصر الإمام سلام الله عليه. وكذلك على مستوى العمل، أن يعمل الإنسان بالانتظار الإيجابي والورع ومحاسن الأخلاق. وعلى مستوى العلاقة الروحية والارتباط الروحي بإمام الزمان سلام الله عليه، لابد من العلاقة العاطفية الوجدانية، وذكرنا هناك الحب والمودة والدعاء والزيارة والمناجات والهدية والمواساة.
أما حديث هذه الليلة فهو مرتبط بحديث الليلة السابقة من قبيل الإمام سلام الله عليه يمثل الطموح البشري والأمل الموعود لكل البشرية والأمل المنتظر، وأن الله عز وجل قد وعد الناس بأن يقيم على هذه الأرض دولة العدل والمشروع الإلهي الذي خلق الخلق وأرسل الأنبياء 124,000 نبي بهدف وغاية أن يأخذ الناس نحو الهدى والصلاح ونحو المشروع الذي سنتعرض إليه في هذه الليلة بعنوان هذه الليلة ماذا يتوقف ظهور الإمام سلام الله عليه، ثانيا ما هي معالم مشروع الإمام المهدي. حتى نبدأ نحتاج صلوات عاليات بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. حتى نوحد الصلاة وكلنا في حرم سيد الشهداء وكلنا نحب الحسين ونحب صاحب الزمان، نريد صلوات واحدة واحدة بصوت عالي. الله عز وجل لما خلق الخلق أرسل لهم الأنبياء وجعل الأنبياء معصومون، يجب أن يكون ذلك القائد معصوم، فالذي يتوقف عليه بعثة كل نبي إلى أمة وإرسال كل رسول إلى أمة وإلى مجتمع معين أن يكون هنالك قائد معصوم لا يخطأ ولا يذنب. ولذلك ظهور الإمام سلام الله عليه لابد من العقيدة، حتى أقول لك ارتباط مع حديث ليلة أمس، لابد من الاعتقاد لمن ينتظر ظهور الإمام سلام الله عليه، لابد من أن يعتقد أنه هو الإمام المعصوم المفترض الطاعة، هذا أولا. ثانيا يتوقف ظهور الإمام سلام الله عليه على وجود القانون، القانون الذي يعبر عنه اليوم بالدستور الذي يعطي لجميع البشرية حقوقهم، ما يظلم أحد، وهذا القانون متمثل بالقرآن الكريم. الآن على ليلة أمس ما تحدثنا به، واليوم الشرط الأول، الأمر الأول متوفر، الإمام المهدي سلام الله عليه موجود، مولود ويعيش بيننا وبين ظهرانينا. طيب الشرط الأول متوفر، بعد على اليمن الشرط الثاني اللي هو القرآن الكريم، بالرغم من محاولات الأعداء على قتل الإمام وإبعاد الإمام، وهذا سر غيبة الإمام سلام الله عليه لأنه يتعرض للأذية وللضرر وللخطر وقد يقتل، وهذا سبب من أسباب الغيبة، على الرغم من محاولات الأعداء على قتل الإمام وإبعاد الإمام وعلى تضييع القرآن ومحاولات حرف القرآن، إلا أنهم لم يستطيعوا. فالأمر الأول والأمر الثاني متوفرات لولا، خليك وياي، متوفرات لولا، الإمام موجود ومعصوم والقانون موجود. طبعا هنا لما تسوي فرد مقارنة سريعة بين القرآن الكريم مع الدساتير البشرية، قوانين اللي كتبها البشر اللي تحكم الدول اللي تحكم العالم اليوم، اللي ينادون بشعارات، يرفعون شعارات حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وما أدري شنو، لكن تشوف الظلم على قدم وساق، شوف الفسق والفجور والقتل والابتعاد عن الله عز وجل والأذية للبشرية على قدم وساق. طيب شنو هذا العنوان؟ لما ترجع للعنوان الحقيقي اللي الله عز وجل جعله في القرآن، القرآن هو ينسجم مع فطرة البشر وقابل للتطبيق، هذا كقانون. شوف ذني خصائص سريعات جاي أذكر لك إياهن. أولا هو إلهي، اثنين هذا القانون ينسجم مع الفطرة البشرية، فهذا اللي يصلح أن نقول عليه إنساني، فالإنسانية تنسجم مع الدين، مع فطرة البشر، فطرة الله التي فطر الناس عليها،
لا تبديل لخلق الله. أنتوا جاي تبدلون خلق الله وجاي تبدلون دين الله عز وجل وجاي تبدلون المعالم العامة وتدعون الناس إلى غير الله عز وجل على أساس السعادة والهناء والطمأنينة والاستقرار، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وإلى شرع الله. لما الناس تبتعد عن رب العالمين وتبتعد عن شرع رب العالمين، شوفوها خذوها 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 كما يقال تذكرة. إحنا اللي علينا أن نذكر، والقرآن الكريم يقول فذكر إن الذكرى شنو تنفع غير المؤمن هم ينفع. إحنا لما يكون حديثنا عام أو خاص للي حاضرين غير المؤمن هم ينفع أو ينتفع من القرآن، لكن المؤمن ينتفع أكثر غير المؤمن باعتبار هذا المشروع وهذا القانون عالمي. الخطاب يا ابن آدم العالمين، مو نا أرسلناك رحمة، كمل وياي للعالمين حتى تعرف معلم القرآن عالمي بعد وشمولي وإيجابي وإلهي وإنساني وينسجم مع الفطرة البشرية ويؤدي لكل البشر حقوقهم. أما هاي اللي تنادي بهاي العناوين والشعارات، هذول هواي كلهم راح يتوقفون أمام ما يريد الله عز وجل. عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد. شنو اللي يريد رب العالمين؟ هنا هذا السؤال المهم، هذا السؤال كل إنسان، كل واحد من من العقلاء أن يتعرف ما الذي يريده منه الله عز وجل. شنو تكليفي أنا أكون أعرف شنو يريد رب العالمين حتى أسعى عليه؟ إذن هذا الأمر الثاني متوفر. أنا قلت ثلاث أمور يتوقف عليها ظهور الإمام، خليت في بالك وجود الإمام ووجود القانون. الأمر الثالث أنا وأنت، أنا وأنت يتوقف علينا ظهور الإمام حتى تعرف كلمة المنتظر والمنتظر. أنا أقول باعتقادي كلا الكلمتين تصح. المنتظر الإمام هم ينتظر، ينتظر شنو؟ ينتظر من عندنا، وينتظر كذلك من الله عز وجل الأمر والإذن، وهو المنتظر. إحنا باعتبار ننتظره، إيش وقت إحنا ننتظر الإمام وإيش وقت هو ينتظرنا؟ هذا هم سؤال. طبعا السؤال نصف الجواب، والسؤال مفتاح العلم. لما نطرح السؤال ونجاوب عليه، أنت بداية جاوب، أنت جاوب، والسؤال أخليه في ذهني ودائما أسأله بسلوكي بأخلاقي بتعاملي بصلاتي بصيامي بعلاقاتي العامة بكلامي ويا زوجتي ويا ابني ويا جاري واحترامي للكبير وتوقيري للصغير هذني أخلي قدامي هذا السؤال. أنا جاي أقرب ظهور الإمام ومنتظره لو هو منتظري، جاي أبعد ظهور الإمام لو جاي أقرب ظهور الإمام. فالأمر الثالث أنا وأنت، أنا وأنت شنو مطلوب من عدنا؟ نرجع للسؤال اللي قبل هذا، شنو المطلوب من عدنا؟ أول شيء مطلوب من عدنا الطاعة، يعني يتوقف ظهور الإمام على الطاعة. شوف إيش قد كلمة بسيطة، إيش قد كلمة وعبارة بسيطة، يتوقف ظهور الإمام سلام الله عليه على الطاعة. طيب الطاعة يعني ما متوفرة؟ ممكن نسبة من النسب متوفرة عند بعض البشر، نسبة من النسب متوفرة. الطاعة المطلوبة طاعة مطلقة عمياء، طاعة مطلقة. واحد يوصل لهاي الخطوة لهاي المرحلة أن يعيش أن الإمام سلام الله عليه لما يأمره بأي أمر ينفذ ولا يتردد. أقول الأمر الثالث مطلوب من عندنا شيئين أنا وأنت الناس. الأمر الأول الطاعة، وهذا شواهد كثيرة بالتاريخ. لما إجى الخراساني للإمام، الرواية هواي منقولة على المنابر، وقال له إن لك أنصار، ليش ما تقوم يا ابن رسول الله للإمام الصادق؟ هسه إحنا نقول له ليش ما تظهر يا ابن رسول الله؟ ها شوي بس يعني شي مقارنة بنفس الحدث. قال له وين؟ قال له في خراسان ألف فارس، يلا قوم سوي ثورة.
فقال له هذول عندهم طاعه، يا فلان سجر التنور القي بنفسك ممكن تسويها. قال له كيف يا ابن رسول الله؟ صار هنا اعتراض، صار تشكيك، صار عدم قناعه، صار عدم طاعه. قال له كيف تريد ان اقوم بثوره وانت ما عندك طاعه؟ احنا نجاوب على هذا السؤال، انا وصلت لمرحله الطاعه حتى اكون مهيئ لظهور الامام. هذا الامر الاول. الامر الثاني وجود العدد الكافي لنصرة الإمام سلام الله عليه. الإمام عنده مشروع يريد أن يطبق هذا المشروع، هذا المشروع يحتاج إلى ناس عندهم طاعة وعدد حتى يقوم. سيد الشهداء سلام الله عليه لما قام بأبي وأمي قام بعدد قليل، في مرحلة إما أن يقوم أو لا يقوم للإسلام شيء. ولذلك ماذا قال؟ قال على الإسلام شنو؟ السلام، إن بليت الأمة براع كيزيد. في تلك المرحلة ماكو بعد إسلام، أو أكو إسلام لكن محرف. صار قيام الإمام الحسين بعد ما ينفع الكلام على المنابر، ها الكلام على المنبر بعد ما ينفع، يحتاج أن يقدم قربان، وذلك القربان كان الدم الطاهر الذي سال على أرض كربلاء. ملاحظ؟ مع هذا العدد القليل، لأن رعاية ربانية وعظم شخصية الإمام الحسين وعظم الأهداف التي ثار من أجلها، خلد الإمام الحسين وخلد الإسلام، ولكن لم يطبق الإسلام. ومن هنا قيام الإمام سلام الله عليه مع الرعاية الربانية، مع عظم شخصية الإمام، مع أنه المدخر لإقامة العدل، مع أنه يمثل الطموح البشري، مع أنه يمثل حلم الأنبياء كلهم، مع أن الإمام سلام الله عليه المعد لإقامة دين الله عز وجل، يحتاج إلى هذه الأسباب الطبيعية. بعبارة أخواني، الإمام صاحب الزمان ما يظهر بمعجزة، القضية ما تحتاج إلى معجزة وأمور غيبية، تحتاج إلى توفير الأسباب الطبيعية اللي تحدثنا عن بعضها ليلة أمس: الالتزام، الورع، الطاعة، التقوى، محاسن الأخلاق. أن الإنسان يدخل إلى بطنه الحلال، يبتعد عن الربا وعن الغيبة وعن أكل مال الباطل وكذا. لاحظ، هذني قربا لله عز وجل وللإمام سلام الله عليه، ويقرب ظهور الإمام. هذا المحور الأول. المحور الثاني، شنو هي المعالم لمشروع الإمام سلام الله عليه؟ قبل أن نذكر المعالم، المشروع هو مو مشروع شخصي، أنا قلت قبل قليل هو مشروع إلهي. مشروع الإمام سلام الله عليه هو مشروع كل الأنبياء، ولكن بما أنه لم يحققه الأنبياء فيحتاج من يحقق، وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. حتى على مستوى الأئمة، الأئمة نفسهم يقولون إحنا خدام لصاحب الزمان. حتى أنت قلت لك يوم أمس، خلي حياتك ووقتك كله للإمام، كل شيء ربطه بالإمام، رايح للدرس، رايح للعمل، جاي للبيت، رايح للزيارة، أخلي الإمام ببالي، ما أنسى إمامي. راح هواي تتوفق ويجعل بركة في وقتك وفي عملك إن شاء الله تعالى. المعلم الأول من معالم مشروع الإمام سلام الله عليه: تحقيق العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى. طيب احنا هسه مو جاي نصلي، مو جاي نصوم، مو جاي نعتمر، جاي نحج، جاي نقرا قران، جاي نزور، طيب هي هاي العباده؟ فشنو معنى مشروع الامام سلام الله عليه تحقيق العبوديه الخالصه؟ طيب اكو عباده خالصه فقط وجه الله عز وجل، واكو عباده لا بيها تشوبها منا ومنا، بعض النوايا وبعض المقاصد اللي تجعل العمل غير مقبول. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول في زمن الإمام يحقق هذه الآية، الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وعد الله الذين آمنوا منكم، من هم؟ المؤمنون أهل البيت، الله وعدهم، ووعد بالمفهوم العام وعد كل المؤمنين، والله لا يخلف الميعاد. شنو هذا الوعد؟ شنو هذا الوعد اللي يحققه في الدنيا؟ في الآخر يحقق لنا الجنة، لكن في الدنيا شنو يحقق لنا؟ أخواني اسمعوا: وعد الله الذين آمنوا منكم، بعد
وعمل الصالحات شنو الوعد؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ويا إن شاء الله اثنين، وليمكنن لهم دينهم، أي دين؟ الذي ارتضى لهم. بعد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، طيب يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مو لغيره. الدين مو دين فلان وعلان، لا، دين الله عز وجل، دين الله عز وجل. ذلك الدين من يمثله هو الإمام سلام الله عليه ونائب الإمام، لأن الإمام هو أمرنا بأن نرتبط بنائب الإمام الذي يوصلنا إلى الإمام. ملاحظ حبيبي؟ القضية هواي دقيقة. أنا بمفهومي حتى أعرف إمام زماني وأعرف مشروع إمام زماني وما أموت بميتة جاهلية، أن أعرف وأن أحقق العبادة الخالصة. العبادة يعني مو لفلان ولا العلان ولا المشروع فلان ولا لا، للمشروع الإلهي، لمشروع صاحب الزمان. وين أكو أمر يوصلني لصاحب الزمان، يوصلني لأهل البيت، يوصلني للحسين، أنا وياه، والله عز وجل رح يبارك. ملاحظ؟ رح يبارك. إذن العبودية تكون خالصة. اثنين، يكون تحقيق الدين كله يطبق. اليوم الدين ما مطبق. البعض من تقول له هذا حكم رب العالمين يقول لك شو، خلينا من الدين، خلينا بالله من هاي أحكامكم، نريد إحنا أحكامنا. لما بعض الأحيان يجي توافق مصالحه يقول لك مشينا خلينا نرجع للدين، ناخذ أحكامنا من الدين، صح لو لا؟ يؤمنون ببعض الكتاب، وين ما توافق مصالحك تأخذها من القرآن ومن الدين ومن المرجعية. قل نسمع كلام المرجعية. لما ما توافق المصالح قل لا، خلي الدين على صفحة. إن أنا هذا أكو ازدواجية حقيقة يعني، ونفاق بنفس الوقت. الإمام ماكو بعد في زمنه نفاق، ماكو يحقق الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله، شنو؟ أنا ما جاي أسمعكم يعني، بالهدى. وشنو؟ ودين الحق. طيب ودين الحق شنو؟ وماذا بعد ذلك؟ ليظهره على الدين كله ولو كره أحسنتم المشركون. هواي ناس يكرهون يطبق الدين وتكون كلمة الدين وكلمة الله هي العليا، هواي ما يرتضيها، ما يقبل. لكن أنت مو بكيفك، الله عز وجل يريد في يوم من الأيام يحقق ويطبق ذلك الدين بقيادة مولانا صاحب العصر والزمان. ثالثا، المعلم الثالث، خلي ببالك حتى تشتغل عليهن، يحقق العدالة المجتمعية. النبي صلى الله عليه وآله يقول لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ظلم وجور على قدم وساق. تشوف الظلم بيسلب حقوق، بيقتل، بيأذية، بيسجن، بيقهر، بتعذيب، بإبعاد، بإقصاء، بتسقيط. هواي الظلم، موارد الظلم. والإنسان اللي يظلم مرة يظلم نفسه، مرة يظلم مجتمعه، مرة يظلم إمامه. وهنا الطامة الكبرى، لما نظلم إمام زماننا هنا المصيبة العظمى. لما الإنسان ما يلتزم ويذنب الذنوب يظلم. ملاحظ حبيبي؟ فإذا الإمام يجي بعد، ماكو واحد ما يعني ما ينطي الحقوق، أو واحد تبقى أكو رد مظالم، ما مظالم تبقى في ذمة فلان. مثلا بعض البشر يستدين فرد مبلغ معين، أو تعمل ويا فرد عمل معين وما ينطيك إجرك، يستدين ويواعدك ويخلف بالوعد ما ينطيك المبلغ اللي أنت، شنو هذا؟ مشكلة. هذا ما يعرف الإنسان، يعرف بانضباطه بالموعد، يعرف الإنسان بالوفاء بالوعد، يعرف الإنسان المؤمن طبعا بالوفاء بالوعد، يعرف بصدقه الإنسان، يعرف بأمانته الإنسان المؤمن، يعرف بأمانته. هذني الأمور. وأني أقول أريد أنصر صاحب الزمان، كون أنا أكون صادق، كون أنا أوفي الوعد، ما أخلف الوعد، كون ما أظلم الناس. هذا اللي بالمجتمع جاي يصير أحيانا. بعض المجتمعات نقول بعض الأشخاص، الإمام يجي يأخذ المظالم من بعض الأشخاص اللي سالبين حقوق الآخرين، يأخذ منهم وينطيها لأصحابها.
هذا بعد حتى واحد يطمئن أنه راح من يدافع عني ويرجع لي حقي. هذا المعلم الثالث. المعلم الرابع أخواني تحقيق الأمن والأمان والرفاهية والاستقرار. ترى ماكو أمن، يعني هذا الأمن اللي موجود اليوم أمن نسبي، يعني واحد مرات في بيته وهو ما مأمن، يعني في بيته ومخلي لفرد يعني مستلزمات الأمان، ويجوز قاعد له بمكان مخلي لفرد حماية معينة. ليش؟ لأنه ما مأمن، أكو نسب معينة تشوف هاي السيطرات وتشوف الحمايات وتشوف الأجهزة الأمنية كلها يسمونها أجهزة أمنية. ليش؟ حتى يوفرون الأمن، باعتبار أكو تعدي، باعتبار أكو حروب، أكو معارك، باعتبار أكو مشاكل تحدث بين الأفراد وبين المجتمعات والعشائر والقبائل وبين الدول والشعوب، وأكو كراهيات وأكو بغض وأكو اعتداء وأكو ظلم وأكو عدم استقرار وعدم أمن. من اللي حقق لنا الأمن؟ شنو دليلك؟ مولانا. وليمكنن لهم دينهم ها الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد، خل اسمعها منكم ها، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أمنا، لا لا لا، أكفت حادثة أهواي لطيفة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا أكو واحد سامعين بي كثيرا اسمه أبو حنيفة النعمان. هذا أبو حنيفة كان مخلي راسه ويا راس الإمام، يعني شنو؟ الإمام إمام قلنا معصوم مفترض طاعة يجب أن يتبع، اللي الله عز وجل نصبه هو اللي يكون. يجي لك واحد يقول أنا الآن الأعلم، أنا الإمام وأنا هالكلام هذا، شايف مولانا؟ هذا يبتعد عن من؟ عن المنهج، ويريد ياخذ دور غيره. الإمام يجي يبين حقيقة، شوفوا حبائي، الإمام يبين حقيقة. يقول يوم من الأيام كان جالس، الإمام سأله، قال له يا أبا حنيفة، خلي بالك، قال له يا أبا حنيفة في أي أرض، هاي آية بالقرآن في سورة الإسراء على ما أتخطر 61 من الإسراء، يقول يا أبا حنيفة في أي أرض سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ بيا أرض يسيرون الناس مأمنين، هيك معناتها. في أي أرض سيروا فيها ليالي وأياما شنو؟ آمنين بالدنيا، يقول لي يعني طبعا مو بالآخر. في أي أرض سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ بيا مكان، بيا زمان. قال لها يا ابن رسول الله أحسبها بين مكة والمدينة. قال لها أنا يمكن أشوفها بين مكة والمدينة، هذا المكان. الإمام التفت وياي بعض أصحابه، قال لهم الإمام سلام الله عليه ألا تعلمون أن الناس يذهبون بين مكة والمدينة فيتعرض لهم قطاع الطرق فيسلبونهم وينهبونهم ويقتلونهم؟ قالوا بلى يا ابن رسول الله. قال إذن أين هي أبا حنيفة؟ هنات بينت حقيقته. قال لا علم لي. خلص إذن الإمام يعلم. قال هي في دولة المهدي المنتظر. ومن هنا تعرف الإمام الصادق لما سئلوه قال له هل ولد المهدي؟ قال لا، ولو أدركته لخدمته. هنا تعرف إمام معصوم، الإمام الصادق يقول له أدركت المهدي أنا راح أخدمه وأخدم مشروعه وأكون من خدامه، الخادم، الخادم وين؟ خادم ومخدوم، المخدوم هو الإمام المهدي والخادم يقول أنا الصادق رئيس مذهبنا اللي نرجع إليه، يقول أنا الخادم. هنا تعرف، لأن يعرف قيمة مشروع الإمام اللي حقق به حلم كل الأنبياء اللي ما قدروا يحققونه، صح أمي لولا؟ زين. واحد بعد من المعالم في دولة الإمام، وهي كثيرة لكن الوقت يدركني، يعني إذا أريد أتحدث عن مشروع الإمام عند ظهور الإمام سلام الله عليه، تعال شوف يعني حلقات حقيقة، يعني فرد محاضرات كثيرة 10-15 فقط في مشروع الإمام سلام الله عليه، لكن خلي نذكر بما يتسع الوقت، وإن شاء الله تعالى نعول على أصحاب يعني وأرباب المجالس أنتوا الخير والبركة في البحث في هذا الموضوع والاهتمام فيه، مما يوجب
الخير والبركة والمعرفة وتعميق الصلة بالإمام سلام الله عليه وتعميق المحبة للإمام ويقرب ظهور الإمام سلام الله عليه. المعلم الخامس الازدهار العلمي، أي واحد من المعالم في دولة الإمام العلم والثقافة والمعرفة، بحيث الرواية تقول العلم 27 حرفا، حرفان عند الأنبياء وبثوه الأنبياء في البشرية، وادخر الله 25 حرف يظهرها الإمام المهدي المنتظر. هنا تعرف إن أهل زمانه القائلين بإمامته أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة ما كانت عندهم الغيبة بمنزلة العيان. وفي الخبر أن الإمام عندما يظهر يضع يده على العالمين، طبعا معنويا، فكل الناس تكمل عقولها على مستوى اكتمال كمال كمال. واحد من محاضراتنا تحدثنا عن الكمال والتكامل وأنواعه. التكامل يحدث في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من مشروع الإمام أنه عندما يظهر يطالب بثأر الإمام الحسين بأبي وأمي ويرفع شعار يا لثارات الحسين، يرفع شعار الحسين ويحقق ما قتل من أجله الحسين، ويخطب في العالم ويقول ألا يا أيها العالم إن جدي الحسين قتلوه عطشانا، ويخطب ويقول إن جدي الحسين طرحوه عريانا، ثم يأتي ويطلب الرضيع ويقول أيها العالم إن كان ذنب للكبار فما ذنب الرضيع، أي مصيبة سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوع ورضيع بدم الوريد مخضب، سيدي فاطلب رضيعا رضيعا، يا مصيبة سيدي يا صاحب الزمان اللي ألمت قلبك مصيبة الرضيع السهم الذي نبت في قلب الحسين، أيوة زينب لمصيبة عمك العباس. هذا يقول أحد العلماء، يقول رأى الإمام في الرؤية والإمام يقول له اقرأوا لنا مصيبة عمي العباس، هاي المصيبة ألمت قلب الحسين كسرت ظهر الحسين. أنا أريد أختم مجالس الليلة بذكر بفاضلها باب الحوائج بفاضل. يقول لما إجا الإمام الحسين يقول وقف على مصرع أخوه العباس وهو محن الظهر، ترى فقد الأخو صعبة يا مؤمنين، فقد الأخو يكسر الظهر، ومرات واحد يفقده وهو حي يعوفه ويتقاطع عنها، خذ لك موعظة من هاي. شوف خوة العباس يقول الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي، خويا ظهر انكسر وانت اللي كسرت، ماني اخوك
عنك شلون عبته يا خويا ظاهر انكسار ولا اقدر اقوم وصرت مركز يا خويا لكل الهموم يا خويا استوحداني عقبك القوم وعلى خيامي يا خويا القوم تفتر ويلي رد من النهار والقيامة محنية محنية حن والسماء حن البواجي يا ابو فاضل يا خويا ما تنسى يا دفيتك علي بعد بعد اريد اقرا لك ذن الابيات ذن هواي مؤثرات والفاقد عزيز على قلبه فاقد اخي وكل احنا فاقدينها يقول لي يا ابو فاضل تدري فقد الاخو خله خصوص الكل وقت ويا مثل ظل يا ابو فاضيل الفقد مثلك لو ميت احسن يا ابو فاضيل خويا خويا يا خويا الفقد مثلك لو ميت احسن لان بعدك العمر يقضي بالذل يا خويا يا رجع الحسين يقول كان بباب الخيمة سكينة بنت الحسين قالت لأبويا حسين شو رجعت وحدك يا أبويا وين عم العباس وعدني يجيب للماي قال لها يا سكنة أي راح عباس عندك حالة تقرأ وياي لو لا يلا سجل لك اسم سجل لك صوت قالها يا سكنة راح هلا بصوتك راح الضغام اللي يرفع الراس يا والله ظل يبكي عليه الدرع والطاس هذا موقف ويا سكينة لكن موقف ثاني ويا زينب قلت لو أنا أبو فاضل الحسين راح الخيمة العباس أخذ العمود وقعت الخيمة يا مؤمنين قال لها توسلت يعاود بس حنا الراس حاجيت ويودع بالأنفاس ترضى يا ابو الغيره يا عباس يلا اللي حاضر ذيك المجالس هادي الكربلائي عبد الزهر الكعبي سيد جاسم يتذكر هالونة وهالأنهاي وعلى منبر الحسين وفي حضرة الحسين يلا طلع لك دمعة وأنه وصوت وحنة أبو فاضل باب الحوائجي توسلت يا عاود بس حن الراس حاجيت يا ودع بالأنفاس ترضى يا ابو الغيره يا عباس